محطتنا التالية رح نضوي فيها على عمل جناح المصارف والتأمين التابع لوزارة المالية. كثير من زوار معرض دمشق الدولي حابين يعرفوا شو العروض المتوافرة، كيف ممكن يستفادوا منها الجناح أكثر. ولنحكي عن هالموضوع بيسعدنا نرحب بالأستاذة ماهر شيخ الأرض، وهو منظم جناح المصارف والتأمين. أهلا وسهلا فيك، أهلا يسعد وسهلا فيك. صباحك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يعني دائما هو جناح المصارف هو من أكثر الأجنحة يلي بيزوروا الزوار معرض دمشق الدولي للاطلاع على أهم العروض والقروض السنة ضمن الجناح ومشاركتكم. خلينا نحكي شو هي أبرز العروض لجذب الزوار. طبعا بداية بنرحب فيكم في هذه القناة المميزة. العروض الموجودة هي عبارة عن عروض إدارية. العمل المصرفي هو عمل خدمي بكل المقاييس. الواضح من خلال المصارف المتواجدة معنا الستة، واللي هن المصارف الحكومية ومصرف خاص والبنك السوري الدولي الإسلامي، أن هناك تسهيلات في عملية القروض. القروض الشخصية بلش المصارف تعطي إمكانيات لتسهيل في عملية استلام القرض الشخصي من قبل مصرف التسليف الشعبي، من قبل مصرف التوفير. هذه القروض هي قروض شخصية ممكن تساعد الموظفين أو الموظف ذوي الدخل المحدود على إمكانية شراء مواد معينة إلى المنزل، شراء بعض التفاصيل الشخصية بقيم بسيطة ما تتجاوز إمكانيات عالية. طبعا البنك الصناعي عم يقدم كمان تسهيلات عالية للمنشآت الصناعية بإعادة ترميم المنشآت المتضررة، بإعادة إكساء المنشآت اللي بحاجة إلى إعادة تأهيل من جديد بقيم متوسطة وبقيم عالية حسب إمكانيات المقدمة من قبل المستثمرين أو رجال الأعمال أو حتى الصناعيين الموجود بالنسبة لهم فكرة أنه يكون في هناك قرض صناعي بإعادة ترميم أو إعادة إمكانية تقديم قرض تنموي. طبعا الفكرة بالمصرف الصناعي عم يقدم 60% من الأضرار الموجودة من أفعال الإرهاب على مستوى المنشأة الصناعية. عم يكون هناك تسهيلات كبيرة بموضوع التأمين بالنسبة لعمل المنشآت الصناعية. المصرف التجاري عم يقدم هذه الإمكانيات، ولكن الإمكانيات الموجودة لدى المصارف تعنى بكيفية التأمين المردود عودة المال. بقى هناك بعض الفجوات بتكون بالنسبة للمواطن أو للمستثمرين بإمكانية لمس هذه الفوائد. هنا في جناح مصارف التأمين يوميا يتواجد مدراء اختصاصيين في هذا المجال ليشرحوا ويعرفوا المواطن أو المستثمر أو رجل الأعمال على إمكانية ربط كافة الموارد الموجودة لدى القرض، إن كان صناعي أو تجاري أو عقاري، لأن هناك عودة المال بالنسبة للمصرف هو أساس بالنسبة لتقديم هذا القرض. يكون هناك فجوة ما بين المواطن على كيفية عودة هذا المال أو إمكانية تقديم التأمين الخاص بهذه الإمكانيات. أستاذ ماهر، يعني لما نحكي نحن عن موضوع الخدمات المصرفية فهي متشعبة نوعا ما. نعم. في شيء بيكون موجه لرجال الأعمال الصناعي مثل ما قلت، وفي شيء بيكون قروض صغيرة بسيطة موجهة للمواطن، خصوصا هلأ نحن بمرحلة إذا مثل ما بنقول إعادة أعمار. للأسف في كتير أشخاص فقدوا بيوتهم، يعني موضوع السكن هو من أكثر الأمور اللي بيبحث عنها المواطن السوري. في هيك قروض موجودة حاليا ممكن يستفاد منها، أو قروض صغيرة لإنشاء مشروع صغير؟ هلا القروض انشاء المشاريع موجوده بالمصرف الصناعي، موجوده بالمصرف التجاري. بيقدم المواطن استماره المكان اللي ممكن ينشا فيه المنشاه، ولكن هناك بعض الامور الاداريه بحاجه لانه يثبتها، واللي هي ملكيه المكان، امكانيه تقديم نسبه من المشروع. هناك 20% من امكانيه تقديم نسبه المشروع في بدايه الامر، وجود الاماكن ان كانت متضرره او غير متضرره. هي الاثباتات بحاجه لتكون موجوده مشان ما يكون هناك فجوات ماليه بعد الاقراض مثل ما بيسموه. الموضوع الاخر واللي هو السكني، واللي هو اعاده الاكساء. موجود قرض اعاده اكساء في حال ميزاته تكون بسيطه او متوسطه وليس كبيره. موضوع الاقراض العقاري صار موجود في حال موجود وحدات سكنيه، يعني انه تكون الابنيه مفرزه صحيحا، ان تكون هناك اوراق عقاريه صحيحه ليتم اعطاء القرض العقاري بهذا الخصوص. وممكن ان هناك قرض شراء للعقار كمان موجود
قرض شراء العقار. طبعا التعدد بالاصناف بالنسبه للقروض هي متشعبه، في قروض مثل ما حكيتي لذوي الدخل المحدود واللي هي قرض شخصي لشراء معدات كهربائيه مثلا على سبيل المثال، لشراء موبايل معين، لشراء مثلا شيء ضمن المنزل ان كان مفروشات، ان كان مفروشات او يعني مفروشات عاديه للمنزل او مفروشات كهربائيه. فهي القروض موجوده باكثر من مصرف، ان كان مصرف التوفير او التسليف او حتى المصارف الاخرى. المصرف الزراعي عم يعمل صندوق لتقديم المشاريع المتوسطه والمشاريع المتلاهيه بالصغر. على هذه المشاريع بالنسبه للمصرف الزراعي عم يقدمها في الارشادات الزراعيه والوحدات الزراعيه على مستوى المحافظات او ارياف المحافظات، عم يقدم امكانيات كثير عاليه لانه يقوم باعمال المشاريع المتوسطه والمتناهيه بالصغر او الصغيره والمتناهيه بالصغر على مستوى الوحدات الزراعيه بالمناطق الريفيه. وكان رائد جدا المصرف الزراعي بتقديم هذه الامكانيات وفتح افق كثير عالي حسب امكانيه المشروع المقدم ان كان زراعيا. على سبيل المثال مبقره مثلا موجوده بمنطقه في ريف دمشق اعطى امكانيات عاليه بالقرض لها، وامكانيه تامين المشروع من قبل نفس المشروع نفسه بذاته. هذا الموضوع بيعطي امكانيه لانه تتوسع شريحه الزراعه وتعطي امكانيه تقديم مشاريع خاصه بالامور الزراعيه ان كانت بالري او بالسماد او ببعض التفاصيل الاخرى. تمام استاذ، خلينا نحكي اليوم عن قروض بدل السكن او القروض السكنيه او اعاده اعمار البيوت. خلينا نحكي يمكن بالمبالغ الخياليه يلي هي لازم يسددها المواطن كل شهر. يعني نحن بنعرف شو هو قد بيقبض المواطن السوري بالشهر. هون في دراسه بما يتناسب مع دفع القروض شهريا؟ هلا طبعا في دراسه بهذا الموضوع. انت في مبالغ كثير خياليه عم تكون. هذا الموضوع ما من اختصاصي لحتى نتشعب فيه ضمن اختصاص المصارف في حد ذاته. انا منظم بشكل عام، بكل الاحوال عم نحكي بشكل عام. ما بعرف يعني المعرفه من قبل وجودي في هذا في هذه القطاع المالي بشكل عام. طبعا الدراسه سؤال انطرح بالمعرض صح. بكل المقاييس الدخل عنا بسوريا منخفض والاسعار صارت مرتفعه جدا صح. منشان هيك المواطن ما بيلمس انه هناك القروض متاحه للجميع، لانه لازم تتوازى موضوع الدخل مع موضوع القرض. لازم يكون مثلا النسبه الشهريه اللي بدها تندفع لازم تكون تتوازن مع نسبه القرض، والنسبه الاوليه اللي بتندفع بالبدايه القرض كمان لازم تتوازى مع نسبه الدخل. طبعا. يجب ان يكون الدخل يقارب تقريبا ثلاث اضعاف قيمه القسط الشهري. فهذا الموضوع إذا كان البيت ثمنه كتير غالي أكيد ما لح يترافق بثمن أصحاب الدخل المحدود إنه يأخذوا هذا القرض. السبب يعود إلى عودة رأس المال، الفجوة المالية اللي حكيت فيها بالبداية. أنا ما بدي أدخل فيها بعمقه لأنه مو اختصاصي كدراسة، بس ما اختصاصي كمسؤول عن هذه المصارف. طيب أستاذ ماهر، رح نحكي ضمن اختصاصك كتنظيم. يعني قطاع المصارف هو من القطاعات اللي ضررت خلال الحرب. اليوم ليش اخترتوا تشاركوا بمعرض دمشق الدولي؟ شو الفائدة اللي ممكن تعود على هذا القطاع من المشاركة؟ القطاع المالي لم يتوقف أبدا في فترة الأزمة، ولكن أصبح الأماكن الخارج الخدمة في أماكن كثيرة بحكم اللي بنعرفه نحن بفعل الإرهاب بالمرحلة السابقة. ولكن كإداريا الإدارات المركزية والمصارف العامة بشكل كامل لم تخرج خارج الخدمة أبدا. هذه ميزة كثير جميلة، ولكن وجودنا في هذا المعرض يؤدي خدمة أن القطاع المالي في حال استفسار من قبل رجال الأعمال أو المواطنين حول الآلية العمل المالية أو الضريبية أو طريقة العمل، لكن لعدم دخول أي شخص آخر ضمن هذه القطاعات بشكل مباشر. ممكن المواطن يكون لا يعرف كيفية إقامة عمل معين في المالية دمشق أو ريف دمشق أو الماليات الأخرى، هم بيستفسر مباشرة من هيئة الضرائب والرسوم على إمكانية تقديم أوراقه، عدم التهرب الضريبي كيف يكون، إذا في عفو من قبل، إمكانية تقديم إذا كان هناك مثلا زمن مالية، براءة الذمة المالية. هي التفاصيل المواطن يجهلها. مشكلة المواطن السوري يعتمد على أشخاص آخرين للقيام بأعمال هي صعبة، ولكن هي يجب على كل مواطن أن يقوم بيده. إن كان مواطن طبيعي طبعا براءة الذمة المالية لازم يكون هناك تاجر او عمل حرفي او الى ما هو او مكلف. انا ما نحكي عن المواطن الطبيعي، المواطن الطبيعي ما له علاقه بالامور الماليه، فقط هو بيستعمل المال بشكل طبيعي للصرف ولهالتفاصيل. ولكن باقي التفاصيل تعتمد على الصفه الاخرى من التجار او الصفه الاخرى من المنظمات او الاتحادات اللي بتقوم باعمال معينه. فهناك فجوه ما بين ثقافه المواطن بالعمل المالي على المستوى العام. هنا في معرض دمشق الدولي نقوم بتقديم هذه الخدمه الاستشاريه مباشره
من قبل المستثمرين رجال الأعمال أن يتعرفوا على كيفية إمكانية تخفيض مستوى هذه الفجوة ما بين المؤسسات الحكومية المالية وما بين المؤسسات التجارية الخاصة. نعم نعم أستاذ ماهر، كلمة بتحب توجهها لكل الفريق يلي عم يضوي لكل الزوار وعم يجيب على كل أسئلة الناس بالشكل المثالي والشكل الصحيح وإيصال الصورة الصحيحة، بتحب توجه له كلمة؟ شكرا لك في ختام هذه الحلقة على هذا السؤال، ولكن نحن شقين، شق مصرفي وشق تأميني، أنتم أخفقتوا شوي الشق التأميني عن الحديث، ولكن كمان الثقافة التأمينية كنا بحاجة لأنه نضويها في هذا المعرض، وهذا العام كان هناك مشاركة لكافة الشركات التأمينية الخاصة والنفقات الطبية اللي بتقدم خدمات طبية للمواطن، وهناك كان ميزات خاصة انه هناك ابليكيشنات خاصة بالموبايل لتتعرف كافة المواطنين على طبيعة الصحة وطبيعة امكانية دخول الاطباء وامكانية وجود تأمين خاص بالسيارات او الى ما هنالك، فكان هناك ميزة كتير جميلة. مشان ما ناخذ وقت كتير كبير، بنتمنى للجميع يزوروا الجناح ويتعرفوا على هذه الميزات عم تقدمها شركات التأمين او حتى شركات المصارف او البنوك من امكانية توفير أي فرصة لأنه يستفسر عليها المواطن أو رجال الأعمال. الشكر الأكبر للجهد المبذول من قبل وزارة المالية بيتمثل من الجميع، من الرئيس إلى جميع العاملين في هذه الوزارة، على الجهد اللي بذلوه لإنجاح هذا العمل على المستوى العام في معرض دمشق الدولي الدورة 61، اللي بيميز بشكل خاص سوريا. دائما معرض دمشق الدولي هو ميزة جميلة بوجودكم ووجود المواطنين اللي عم نشوفهم فرحين في هذا العمل. بتمنى التوفيق لكم ولكل زوار معرض دمشق الدولي. سوريا متألقة دائما بناسا وأشخاص مواطنينها اللي هن دائما بيدافعوا عن الرونق الجميل لدى سوريا، وسوريا يعني مثل ما كنت عم تحكي قبل برهة يعني ما حضرتي صباح فخري. صباح فخري هو رمز لنا هاي جمالها اللي بيروحك انه قدمتي لصباح فخري، نحن بنعتز فيه لكل انسان معنا. شكرا في المعرض وفي سوريا. اهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما ذكرت يمكن احنا ما كثير دوينا على الجانب التأميني لانه اغلب الاسئله اللي كنا محملين فيها انه لا بدنا قرض عن موضوع القروض والمصارف، لكن الجانب التأميني بعده شوي هيك غايب شوي كثقافة لكل الزوار اللي حابين يعرفوا أكثر فيهم يزوروا الجناح. بتشكرك كتير الأستاذ ماهر شيخ الأرض وحضرتك منظم جناح المصارف والتأمين. أهلا وسهلا فيكم.